بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الدرس الجديد والموعد الأسبوع الخاص بتطبيقات الأندرويد سوف نتعرف على مجموعة من التطبيقات، 12 تطبيق في هذا الدرس، وسوف أبدأ مباشرة بالتطبيق الأول حتى أختصر. للأشخاص الذين يسافرون كثيرا ويحبون السفر فأنصحكم بهذا التطبيق ويجو كما تشاهدون، الذي يقوم بحجزلك يعني أي فندق أو يعني أي تذكرة سفر عبر يعني الطائرات بأرخص الأثمان، حيث يقوم يعني بمقارنة جميع التذكيرات ويعطيك يعني أو يعني الفنادق مثلا ويعطيك أرخص الأسعار أحباب في الله. فمثلا لنأخذ يعني الفنادق، فتختار هنا يعني المدينة التي تريد أن تقصدها، يعني مثلا يعني أو المدينة التي تريد حجز فيها عفوا يعني الفندق. مثلا نفرض لندن، اكتب يعني أي مدينة، ثم هنا تكتب يعني التاريخ الذي سوف تحجز فيه والتاريخ الذي سوف تخرج فيه يعني في هذا الفندق، ثم تختار هنا عدد الأشخاص، إذا كنتم 2 أو 3 على حسب، مثلا اخترت 1، ثم إذا كانت يعني غرفة أو غرفتين إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك اضغط على البحث أحباب في الله، سوف يعطيك يبحث لك الموقع عن جميع الفنادق ويقارن بطبيعة الحال أفضل يعني الأسعار ويعطيك يعني أسعار رخيصة كما سوف تشاهدون أحباب في الله. بالضغط على أي فندق كما سوف تشاهدون تستطيع الحجز فيه يعني بسهولة. نفس الطريقة بالنسبة بالنسبة لي مثلا، إذا كنت تريد أيضا شراء يعني تذكرة الطائرة للسفر لأي مدينة، فتختار يعني الوجهة التي تريد مثلا أن عفوا يعني المكان الذي تريد يعني المكان الذي تتواجد فيه. في حالتي أنا شخصيا مثلا برشلونة، يعني سوف أسافر من هنا يعني مثلا، ثم أقصد يعني وجهة أخرى، مثلا اخترت يعني مراكش المغربية، ثم هنا مثلا تختار الوقت الذي سوف تسافر فيه والوقت الذي سوف ترجع يعني فيه إذا كنت تريد ذلك بطبيعة الحال. فاخترت أنا شخصيا 13 مايو مثلا تاريخ اليوم، وسوف أرجع مثلا 21 يوم كنموذج. تختار هنا يعني عدد الأشخاص إذا كنتم يعني أشخاص كثيرون أو شخص واحد، يعني إذا كنت تريد يعني اقتصادية أو على حسب يعني المال الذي لديك، ثم تبحث وسوف يقوم التطبيق بالبحث لك يعني عن المواقع التي توفر يعني أو الشركات يعني التي توفر أرخص يعني الأسعار كما سوف تشاهدون أحباب في الله. وبالضغط على أي شركة يمكن لك يعني الحجز فيها أحباب في الله. بالتالي فهو تطبيق جيد، سوف تجدون رابطة أسفل الفيديو، وبالمناسبة متوفر أيضا لأجهزة الآيفون. التطبيق الثاني يسمح لك بتحويل يعني صيغ الفيديوهات إلى أي صيغة تريدها، فيعني بدون استعمال الحاسوب تستطيع فقط من خلال هاتفك أحباب في الله أن تحول أي صيغة فيديو لديك، صيغ الفيديوهات. مثلا تبحث عن أي فيديو موجود لديك على حسب مثلا هذا الفيديو كنموذج، طيب يس، حين تم اختياره هنا سوف تقوم باختيار المكان الذي سوف يتم حفظه فيه. تختار يعني هنا كما سوف تشاهدون الصيغة التي تريد تحولها إليها، مثلا MP3 MP4 AVI إلى غير ذلك، ثم تضغط هنا وسوف تتم عملية كما سوف تشاهدون بسرعة تتم عملية التحويل، ويمكن لك فتح يعني الملف أحباب في الله. التطبيق الثالث المقترح هو إذا كنت تريد اكتشاف إذا كانت لديك بقع ميتة في شاشة هاتفك، والتي سوف تتسبب طبعا الحال في يعني موت يعني الشاشة. فمن خلال يعني الضغط على كولور تختار يعني أولا اللون الأحمر، إذا ظهرت لك يعني أي بقعة فهذا يعني بأن شاشة هاتفك عفوا بها يعني بقع ميتة. نفس الشيء يعني اللون الأخضر الريد عفوا، هذا اللون الأحمر علي، سوف أختار اللون يعني الأخضر الحين. لاحظ جيدا إذا ظهرت لك أي بقعة، ونفس الشيء يعني بالنسبة للألوان الأخرى، وإذا ظهرت لك أي بقعة شاهدتها فقط حتى يتم حلها فقط اضغط على هذا الخيار وضغط هنا وانتظر حتى تتم هذه العملية، تتم عادة في 30 دقيقة أحباب في الله، وسوف يتم إصلاح هذه البقع الميتة في هاتفك. التطبيق الرابع أحباب في الله هو تطبيق مهم جدا إذا كنت تستعمل داتوس موبيليس يعني بيانات الهاتف، فإذا كان لديك مثلا اشتراك 1 جيجا بايت أو أكثر أو أقل فتستطيع معرفة النسبة التي هي قمت باستهلاكها في هاتفك يعني من الانترنت. مثلا انا شخصيا في حالتي انا شخصيا 222 ميجا بايت
يعني استهلكتها الحين، ويعني بقيت 29 يعني يوم. ثم يعني الشيء الجميل جدا هو أنك يعطيك يعني الأشياء التي تستهلك يعني الإنترنت في هاتفك، فمثلا الرميانتاس الأدوات، فيديوز 27%، أبليكاسيونيس سوسياليس مثلا يعني الشبكات، تطبيقات التواصل يعني شبكة التواصل الاجتماعي 4%، خويوس مثلا الألعاب 2%، حتى تتعرف على هذه الأشياء. فبالضغط هنا سوف يعطيك مثلا تطبيق هولا يعني أخذ مني 221 ميجا بايت يعني استهلك في الهاتف، 90 يعني ميجا بايت يعني اليوتيوب خلال مشاهدة الفيديوهات. وهكذا يمكن لك معرفة الأشياء التي تستهلك الإنترنت في هاتفك، ويعني بعد ذلك يمكن لك أخذ فكرة بطبيعة الحال عن هذا الأمر إذا كنت تريد يعني أن تقوم بالاقتصاد نوعا ما. التطبيق الخامس سوف نخصص بالله بالمناسبة درس كامل، لأنه صراحة يعني يعطيك مجموعة من الأشياء المهمة يعني والتي يمكن لك عملها، يعني حركات سحرية للهاتف، ويتم فتح مثلا مجموعة من الأشياء وأشياء أخرى عليين. إذا كنتم تريدون سوف نخصص لها درس كامل. سوف أعطيكم يعني في هذا الدرس كيف تفتح الكاميرا أو أي تطبيق فقط بحركة من الهاتف بدون الضغط على أيقونته، فقط تضغط على علامة الزائد هنا، نختار إيفينتو مثلا هذه الحركة. كما تريدون في مجموعة من الأشياء التي يمكن لك عملها، مثلا سوف أختار السنسور يعني تحريك يعني الهاتف بهذه الطريقة، ثم اضغط على هذا الخيار، اضغط على اوكي، وهنا يعطيك يعني الحركة التي سوف تقوم بها يعني حتى يتم فتح ذلك التطبيق الذي تريده. مثلا اليمين الى عفوا يعني اليمين الى اليسار، الربا بخو مثلا يعني الامام يعني للاعلى والى الاسفل، اطراس اديلانتي يعني مثلا للامام الى الخلف، مثلا سوف اختار اليمين الى الخلف. ثم هنا اختار ميديو احسن يعني حتى لا مثلا عندما تقوم بتحريك الهاتف بحركة صغيرة يتم فتح ذلك الشيء، فمن الاحسن يعني ميديو هنا. ثم بعد ذلك اضغط على هذا الخيار كما سوف تشاهدون، ثم اضغط على نويفا تريا يعني علي، سوف نضغط على هذا الخيار كما ستشاهدون، واختار يعني الحركة التي تريدها. مثلا اكتب اي شيء حتى تتذكر، مثلا اختار مثلا كاميرا، اي شيء تريده بالمناسبة غير مهم، فقط لتتذكره. ثم اضغط هنا كما سوف تشاهدون، والحين حتى نضيف هذه الحركة نضغط هنا كما سوف تشاهدون في الاعلى، او عفوا نضغط على علامات الزائد، ثم نختار يعني التطبيق ابليكاسيون هنا كما تشاهدون، نضغط على كارغار يعني ابليكاسيون يعني سحب او تحميل يعني تطبيق معين، نقوم بالضغط هنا وسوف يعطيك جميع التطبيقات الموجودة في هاتفك، تختار اي تطبيق تريده مثلا الكاميرا شخصيا. والحين خلاص بعد ان اقوم بهذه الحركة كما سوف تشاهدون تم اضافتها، بعد ان اقوم بهذه الحركة يتم فتح الكاميرا مباشرة احباب في الله كما تشاهدون، كاميرات الهاتف. ويمكن لك اعمال هذه الاشياء على اي تطبيق تريده. التطبيق السادس المقترح في هذا الفيديو احباب في الله بالمناسبة تطبيق قديم لكن اضاف خاصية جميلة جدا، وهي اللايف فوتو يعني الموجودة في مجموعة من الهواتف الحديثة والكاميرات الحديثة. فيعني فبالضغط هنا مباشرة بعد هذه الخاصية الجديدة سوف تشاهد يعني بعد تحميلها نيو كما تشاهدون، فيسمح لك بالتقاط صور حية يعني كما سوف تشاهدون لايف فوتو. سوف اختار يعني هذه الصورة، لاحظوا معي بأن قمت بتحريكها حتى أشاهد، فقط أضغط هنا ولاحظوا معي ما الذي سوف يحدث، فقط بالضغط هنا أستطيع مشاهدة تلك الصورة وكأنها فيديو كما تشاهدون، تشاهد يعني صور حية يعني بهذا المفهوم. التطبيق السابع المقترح في هذا الفيديو أقول هذه الأشياء حتى أختصر، يسمح لك باسترجاع ما قمت بنسخه على هاتفك، يعني طبعا ابتداء من اليوم الذي قمت بتثبيته في هذا التطبيق، فيمكن لك دائما الرجوع إلى الأشياء التي قمت بنسخها من قبل ولصقها من جديد. فمثلا يعني الأسيونورا يعني مثلا قبل ساعة قمت بنسخ هذا كما ستشاهدون فير، يعني قمت بنسخ هذا الأمر، ويمكن لك نسخه مرة أخرى ولصقه في أي مكان. تلفو تطبيق يسمح لك باسترجاع ما قمت بنسخه يعني الكتابة التي قمت بنسخها في الهاتف. التطبيق الثامن المقترح في هذا الفيديو أحباب في الله تطبيق مميز أيضا، يسمح لك بأن تقوم بجعل يعني الخلفيات
خلفيات الشاشة الخاصة بهاتفك تتغير، مثلا عوض فقط هذه الخلفية بعد دقيقة ونصف ثانية أي وقت تريده سوف تتغير إلى صورة أخرى. كيف ذلك؟ فبفتح يعني التطبيق أحباب في الله كما سوف تشاهدون، فسوف تضغط على ألبوم هنا كما تشاهدون. قبل ذلك يمكن لك تحديد الوقت الذي تريد أن تتغير فيه هذه الصور، مثلا كل دقيقة مثلا كنموذج سوف تتغير إلى صورة أخرى. ثم بعد ذلك اضغط على ألبوم هنا حتى تضيف يعني الصور التي تريد أن تتغير، ثم اضغط هنا واختار أن يدير إماخينيس، ثم اختار مثلا الصور التي تريدها، مثلا سوف اختار هذه الصورة عفوا يعني بعد ذلك اضغط ثم اضغط مرة أخرى واختار صورة أخرى كما سوف تشاهدون، مثلا هذه الصورة الأخرى لاحظوا معي اثنان صور تمت إضافتها، صورة ثالثة مثلا وهكذا تضيف ثلاثة صور الحين. طيب بعد ذلك خلاص يعني بعد أن تقوم بعمل هذه الأشياء خلاص أخرج من التطبيق، وسوف يتم وضع يعني العلامة على هذا الخيار مهم جدا، وكذا بعد الدقيقة أو ثلاث دقائق على حسب الوقت الذي اخترته سوف تتغير إلى صورة أخرى أحباب في الله. طيب فهو تطبيق مميز، التطبيق التاسع على ما أعتقد في هذا الفيديو، وتطبيق جميل لأنه يسمح لك بإرسال الملفات من هاتف إلى هاتف بدون الحاجة إلى الإنترنت ولا البيوتوت إلى غير ذلك. فقط بعد فتحه سوف تقوم بالضغط على هذا الخيار، وفي التطبيق الأول لهاتف الآخر نسيت يعني أنا أقوم بتثبيته في التطبيق الأول أعتقد عليه، سوف تقوم بالضغط على MVR يعني الإرسال، وفي الهاتف الآخر مثلا تقوم بالضغط على الريسيفير يعني الاستقبال، وسوف يتم يعني الاتصال بينهما وإنشاء يعني هوت سبوت. يعني بهذه الطريقة يمكن لك إرسال واستقبال يعني الملفات والصور الموجودة في أي هاتف يعني إلى هاتف آخر أحباب في الله بسهولة وبسرعة كبيرة جدا بالمناسبة. لاحظوا معي تغيرت الخلفية لأن قمت باختيار في التطبيق قبل قليل أن تتغير الخلفيات كل دقيقة وتم تغييرها الحين. التطبيق الآخر أحباب في الله العاشر المقترح في هذا الفيديو مميز بشكل كبير، يسمح لك باستخراج مثلا أي نص موجود في أي صورة، يمكن لك يعني التقاط الصور او يمكن لك سحبها من هاتفك. مثلا سوف اختار التقاط الصور حتى اعطيكم، مثلا اريد استخراج هذا النص ففقط اقوم بالضغط بهذه الطريقة، ثم بعد الضغط عليه كما سوف تشاهدون اضغط على اوكي، وسوف يتم فحص يعني عمل عفوا يعني اعطائك يعني لتحديد يعني النص الذي تريد استخراجه. مثلا سوف اقوم باختيار نص صغير حتى تتم هذه العملية بسرعة لربح الوقت كما تشاهدون. الحين خلاص نضغط على يعني البدء كما تشاهدون وتنتظر تقريبا دقيقة حتى يتم فحص النص واستخراجه لحين ما تصل 100%، وهكذا يمكن لك نسخه أحباب في الله وإرساله إلى أي شخص بهذه الطريقة كما تشاهدون أكسبت. لاحظوا معي فهذا هو النص الذي هو موجود في الذي اخترته أنا شخصيا، وأستطيع نسخه وإرساله لأي شخص أحباب في الله. فهو التطبيق يسمح لك باستخراج الأشياء التي هي موجودة في الصور. التطبيق الآخر الجميل المفيد بشكل كبير أحباب في الله، وتطبيق يسمح لك ب مثلا عندما تريد الاتصال يعني علي سوف أعطيكم نموذج، نقوم فقط بالضغط هنا تختار إنابل ثم شو فوتو اند نيم يعني عندما تريد الاتصال بأي شخص، ثم خلاص يخرج من التطبيق. وهكذا عندما مثلا تريد الاتصال بأي شخص فسوف يعطيك على أساس مثلا اختار هذا الشخص ثم اضغط هنا، لاحظوا معي الذي سوف يعطيك يعني حتى تضغط تتأكد بأنك تريد الاتصال، نضغط على الاتصال وسوف يتم الاتصال بهذا الشخص. لماذا هذا التطبيق هو مفيد؟ لأنه أحيانا عندما تضع يعني هاتفك في الجيب او يعني تعمل اي شيء تلقائيا قد يتم الاتصال باي شخص، هذا يحدث كثيرا احباب في الله، بالتالي هذا التطبيق يعني تؤكد بانك تريد فعلا الاتصال بذلك الشخص. التطبيق الاخير بالمناسبه لم يعمل معي يعني في هذا الهاتف، والتطبيق يسمح لك بتجربه الملابس احباب في الله كما سوف تشاهدون قبل أن تشتريها، يعني شيء رائع جدا. فبالضغط هنا كما سوف تشاهد علامة زائد تستطيع مثلا اختيار مثلا أن يتم تصويرك، تقوم بأخذ صورة كما تشاهدون، يجب أن تقف وأي شخص يجب أن يقوم بالتقاط لك صورة بهذه الطريقة. بعد ذلك بعد التقاط عفوا صورة سوف يتم إضافتها هنا، ويمكن لك تجربة مجموعة من الملابس كما تشاهدون، هناك مجموعة 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 كبيرة جدا من الملابس، وإذا أعجبتك أي ملبس يعني على نفسك يمكن لك شراءه أحباب في الله.
بالضغط على علامات الزائد ويعطيك يعني المواقع التي سوف تشتري فيها هذه الاشياء. اتمنى ان الدرس قد افادكم يعني لضيق الوقت. أريد أن يكون الفيديو طويل، تسرعنا قليلا. لا تنسوا بدعمنا بالضغط على اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك وزيارتنا على موقعنا www.dwelpoint.com اللي لا صحتنا على الفيسبوك facebook.com/harf981. فلا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.